ماشي يا جماعة، نبدأ الحصة حسيت اللي كلها مد. سر أيوة عملت الشيكور ده. حنين بتغني ليه؟ نسيت، إزاي ما تفكرنيش يا بسنت؟ ما أنت لو انا كنت سبتي صورت. موبايل هنزل لها ازاي يا مستر دلوقتي؟ انا هنزل صورت لها ازاي دلوقتي؟ عادي عادي. يعني من المرة الجاية الاول بصي بصي سهلة، ياما عملناها. المرة الجاية هتيجي تعمل جوين للميتنج، أنا هقبل متأخر، هدخلها 3 دقايق متأخر، هقول لها دخلت متأخر ليه غني. سهلة يا بنتي، اتفقنا كل خلاص، حد ليه حل. ما لازم حاجة كريم انزل لها بيها. لا عيب عليك يا بنتي. بصي بصي، تقريبا كل الناس اللي عايشه في الشارقه ليهم عندي على الكمبيوتر ملف. يعني انا بصي ملف كده، مثلا ايه، تدخلي على الملف ده تلاقي ترنيم، تدخلي جوه تلاقي 55 فيديو، تخرجي باك حنين، تخرجي تلاقي يوسف. كل واحد بقى جوه معدي بسم الله ما شاء الله فيديوهات. عبد الرحمن اللي بيحضر معانا بيور، الواد ده عندي ليه فيديوهات واغاني وستيكرز، انت متخيله؟ فلا يعني ما تخافيش، كله هيجي كله هيجي المفروض تفضح. يا بنتي. افضح ايه؟ ما هو اصلا فضح نفسه ده. في احنا في المره في الاس 1 المره فاتت كان الديل بتاعه ان هو بيبعت لي الاستيكر بتاعه على جروب الستودنتس مقابل ان انا ادي له اكستنشن ساعه. شفت الواد وصل لاحباط لدرجه ايه؟ ياخد اكستنشن ساعه في الهوم ورك، بعت لي فيديو ليه وثلاثه ستيكرز. فما تخليني ايش ايش انا عندي سؤال بس، اتفضل. انا ازاي اعرف انا عندي كام بوينت دلوقتي؟ الله عليك، كمان مش عارف عندك كام بوينت، يعني كمان مش مركز لدرجه انك مش عارف انت معاك كام بوينت. ده انا المفروض بعد السؤال ده اشيل لك كل البوينتس محدش قال لي اصلا. يا ابني. الريبورت اللي احنا بعته كل اسبوع. بس انت بس انت اقسم بالله يا فهمت، لو ندهت عليك تاني وشفتك بسرح مستر انزل لك والله الكاميرا اروح تحت بيه. اكتر من كده ايه؟ بصي انا ما تشتغلنيش، انا مش بتاع بليله، هلاقيك بعد حد تاني، ماشي هبعت فويس نوت بعد الحصه، جروب جروبز الواتساب كلها هتترد. ماشي، مش انزلي مكلمين ولا بالكاميرا يا بنت بتبعتوه؟ والنبي، انزلي بالكاميرا، انزلي بالكاميرا، انزلي بالكاميرا. الله عليكي، خليكي باصه كده صح كده. ايوه ما تحركيش. الريبورت اللي احنا بنبعته يا ياسر كل كل اسبوع بتلاقي فوق خالص موجود نمبر اوف بوينتس اللي عندك. بس انا بلاقيهم زيرو، مش عارف. طيب يا مبروك عليك بقى، انت عندك زيرو بوينتس. خلاص انت جاوبت على نفسك اهو. انا قلت هو في غلط تقريبا عندكم ولا حاجه. لا لا، هو الغلط عندك انت، ان انت بتسلم متاخر تقريبا، بتكسر الساعه 12. عمر مستني رسمي انت رحت الساعة فين؟ 12 بتوقيت مصر ولا الساعة 12 بتوقيت بتكون توقيت ايه؟ السؤال ده حلو. الساعه 12 بتوقيت جوجل كلاس روم. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني انت بتاع جوجل كلاس روم هتلاقي مكتوب عندك الساعه 12 بتوقيتك انت بقى على جوجل كلاس روم، فاهمني؟ اوكي على يعني فكره توقيت مصر ايه ايه بيكون توقيت مصر وعندنا الساعة 2، يعني 12 عندكم و2 عندنا. كمان كمان انت مصلحه. طيب ماشي ماشي ياسر، انت بص تحت ليه ياسر؟ ايه طيب اي والله عليك يا حبيبي. طب اقول لك معاه بجد بقى، نبدا دلوقتي شابتر 1. احنا اخر مره خلصنا شابتر 3 وهما ما لهمش علاقه ببعض، فده شابتر 1. تاني شابتر عندنا السنه دي اسمه correlation regression and coding. ياسر مش هنده عليك تاني. ايوه ما تبص تحت تاني. قال لك correlation regression and coding. يعني ايه بقى correlation regression and coding؟ قال لك تعال نمسك، شيل ايدك من على خدك، انا جنبك انا جاي اخدك. قال لك تعال نمسك كل كلمه لوحدها نشوفها. قال لك كلمه correlation دي جايه ان انت عندك ريليشن ما بين حاجتين. قال لك في اول جزء عندنا في الدرس اللي هو correlation، فكرتها ان هو بيقيس الريليشن ما بين تو فاريبلز. بنسبه كبيره التو فاريبلز دول بيكونوا الاكس والواي، لكن ممكن هو يسميهم في وقت تاني بي وتي او اي تو فاريبلز، انا مش فارقه معايا. المهم ان الجزء الاولاني بالدرس بيتكلم على ان انا ازاي اعرف الريليشن. حنيقي يا بسنت ايدك، ازاي اعرف الريليشن ما بين اكس وواي او ما بين التو فاريبلز اللي عندي؟ فهي دي كلمه كورليشن. قال لك علشان تعرف الريليشن بين تو فاريبلز في عندك طريقتين. يبقى انت هنا في الكورليشن قال لك علشان تعرف الريليشن او اللي هي الكورليشن ما بين تو فاريبلز في طريقتين. اول طريقه جرافيكلي بنعرفها عن طريق الجرافس. قال لك ده اسمه سكاتر دايجرام. قال لك السكاتر دايجرام ده فكرته ان انت بيبقى عندك جراف، عندك سكيل اكس واي مرسوم، والراجل بيبقى مديك تيبل. التيبل ده الراجل بيقول لك ان انت عندك اكس واي ومديك الفاليوز بتاعتك، فمديك مثلا
اكس 1 2 3 4 5 ومديك الواي بي 1 3 5 7 9. فانت لما رحت تعمل بلوت للبوينت زي مازن، رحت حطيت اول بوينت عند 1 و1 وحطيت علامه اكس، جيت عند 2 و3 اللي هي بوينت الثانيه، ادي 2 و3 عملت اكس وكملت بقيه الاكسات اهي، رسمت البوينتس كلها. قال لك يا ياسر احنا لقينا هنا ايه؟ لقينا ان انا البوينتس بتاعتي بتزيد، صح ولا غلط؟ طب انا عرفت منين؟ ان انا لقيت لما الاكس بتاعتي بتزيد الواي بتزيد، صح ولا غلط؟ قال لك يا رسمي فانا عرفت كده ان انا البوينتس بتاعتي بتزيد لما لقيت ان لما الاكس بيزيد الواي بتزيد. فطالما الواي بتزيد لما الاكس بتزيد، قال لك يبقى ده اسمه بوزيتيف كورليشن. يبقى انت الكورليشن عندك ليها ثلاث مسميات، يا اما بوزيتيف كورليشن يا اما نيجاتيف كورليشن يا اما نون كورليشن. قال لك بوزيتيف كورليشن دي لو كانت الاكس لما تزيد الواي بتزيد زي هنا، وعرفتها عن طريق سكاتر السكاتر دياجرام. لما لقيت ان انا الاكس بتاعتي بتزيد الواي بتزيد، فايه قلت ده ايه؟ بوزيتيف كورليشن. واضحه؟ فيها مشكله؟ قال لك الكيس الثانيه لما رحت عملت السكاتر دياجرام، لقيت السكاتر دياجرام عامل كده اهو. ده معناه ايه؟ معناه ان انت كل لما الاكس بتاعتك بتزيد ايه اللي بيحصل في الواي؟ ال الله عليك، قال لك ده نيجاتيف كورليشن عشان هما عكس بعض. قال لك النوع الثالث، قال لك بقى اهو الاكس بتزيد والواي بتزيد، ده بوزيتيف كورليشن. الاكس بتزيد الواي بتقل، ده نيجاتيف كورليشن. قال لك الكيس الثالثه، ان انت لما رحت رسمت السكاتر دياجرام ليه عامل كده اهو؟ قال لك ده ولا الاكس بتزيد، يعني مفيش ريليشن بين الاكس والواي، صح ولا غلط؟ قال لك يبقى هنا نو كورليشن. صعبه؟ يبقى انت يا جماعه عن طريق السكاتر دياجرام عشان اعرف يا ياسر الكورليشن عندي، لو كان يا عمر بوزيتيف كورليشن لما كان الاكس بيزيد الواي بتزيد، نيجاتيف كورليشن لما كانت الاكس بتزيد الواي بتقل، نو كورليشن لو كان المنظر بتاعي عشوائي لدرجه ان انا مش قادر اعرف البيهيفير ايه. هم دول الثري كيسز بتوعها. صعبين؟ صعبين يا جماعه؟ لا. الحته اللي انا هقولها دلوقتي حته ادفانس شويه، يعني ايه؟ دايما يا جماعه وانا بشرح هتلاقيني بقول لك الفكره البيزك. عمر رسمي معلش، عمر النبي شغل النور يا عمر، بلاش شغل فيلم السينما 3 دي دي، هتنيمني يا ابني معاك يا ابني والله. ايه اللي انت عامله ده؟ ناقص لك فشار، فشار وميرسي معايا ايه يا حبيب قلبي؟ انت عشان مش شايف عيني يعني؟ ده انت رحت يا ابني، ده انت رحت خلاص، انت نايم عشان مش شايف عيني يعني ولا عشان ايه؟ لا شغل النور يا ابني انا هنام. يلا يا عمر انجز. معلش انا بحب الجو اللي هو كده بقى. يا انا ما بحبوش يا حبيبي، انا ما بحبوش. يلا دي حستي، عارف انا صاحب الكوره. حاجه غريبه والله العظيم. هو عمر يبدو ان كل اسمه عمر متعبين ما عدا عمر حسين طبعا، احنا اسفين يا عمر. نور على الهادي اهو خلاص. فين ده؟ يا ابني يا ابني يا حبيب قلبي، دي رمبة الحمام دي اللي بنسيبها بالليل واحنا نايمين. انت عارف ازاي؟ كريم حلمي حاسك يا كريم ماسك الموبايل ليه كده يا مستر؟ يبقى ماسكه، عيب عليك. طب خلي بالك كريم. لا يا حبيب قلبي ما تشتغلنيش، ما انا مش بتاع بليل انا. لا لا والله ما حصل، والله ما حصل. لا 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 طالما حلفت خلاص. لا لا طالما حلفت خلاص ماشي ماشي. يبقى كده يا جماعه، يلا يا عمر رسمي بسرعه. ايوه الله عليك الله عليك. طيب دي يا جماعه اللي انا قلته ده البيزك ايديا. الراجل لو حب يصعبها شويه ويدخل على الليفل الاصعب شويه يا جماعه، جاي نشيل ايدك من على خدك، انا جنبك انا جاي ياخدك. الله عليك يا نهايه الاغنيه. ايوه شيل الالم من جوه بقك، احنا مش طفل بنرضى. طيب شكرا. طيب قال لك ده يا جماعه الفكره البيزك. الفكره ادفانس ايه بقى؟ فاكرين زمان وانا صغير، فاكرين في اول ليفل اللي كان عندك النقط مقربه من بعض، فانت تبقى عايز تتهور وترسم بيست فيت، صح ولا غلط؟
قال لك احنا لما كبرنا ما بقاش نسميه بيست فيت، بنسميه ريجريشن لاين. شيب وشك يا ياسر لو سمحت، سميناه ايه؟ ريجريشن لاين. قال لك الريجريشن لاين ده ما بنروحش نرسمه عشوائي كده ان هو يعدي بكل البوينتس، لا هناخد قدام شويه بنرسمه ازاي. الحته اللي انا عايز اقولها هنا ان الراجل بيجي يقول لك ايه، ايه التريك الادفانسد، ويا ريت تركزوا معايا في الحته دي عشان والله العظيم الحته دي تركت امتحانات فاينل الناس بترقص فيها. دلوقتي هو انت لو جيت ترسم ستريت لاين، ممكن تقول لي تعرف ترسم ستريت لاين في اي كيس من الثلاثه؟ بوزيتيف ونيجاتيف. الله عليك، الاولى والثانيه صح. فالراجل بيجي يقول لك ايه، يقول لك جيب ا ريزون، وبيسالك السؤال ده في كيس 1 و2 بس. يجي هنا اهو يقول لك جيب ا ريزون واي ا لينير ريجريشن لاين او موديل هي may be used to describe the relation or the correlation between x and y. والسؤال ده يا جماعه ممكن يسالوك امتى؟ في كيس 1 and 2 only، صح كده؟ ارد عليه اقول له ايه بقى؟ because points are close to straight line. واضحه يا شباب؟ بسنت بسنت، اختبار تركيز، اختبار تركيز. قولي اي حاجه انا قلتها ايه، قولي اي حاجه انا قلتها ايه. معلش بس كنت بتتكلم على السؤال اللي لازم بيجي بنكتب بيه حاجات كتير كده، فاكيد مش هتفتكر. لا انا عايز انا عايز الاجابه اللي انا قلتها. ليه اقدر ارسم ريجريشن لاين في كيس 1 و2؟ لا مش هفتكر اكيد. تفتكر انا ايه سائلها؟ انا ايه سائلها وكاتبها؟ ايوه يا مستر لازم تغني. ايه لو ما عرفتش تجاوب لازم تغني صح؟ طبعا. بس انا ما كنتش قايل الرول ده قبل كده. لا جاي لازم اقول الرول ده قبليها. طيب بس انا بص يا بسنت، النهارده بعد ما اخلص الحصه امسكي كده موبايلك. تو ليت اقفلي موبايلات البيت كلها مبدئيا، قصدي عدى واحد قاعد في البيت سويتش اوف الموبايل. ايوه طيب نخش على بعده. استاذه حنين، why a regression line may be used or may be appropriate to describe the relation between x and y؟ عشان البوينتس كلوز توجذر ولا ايه؟ لا اجابه خاطئه. جودي، why a regression line may be appropriate to describe the relation between x and y؟ because the points don't form a line, a straight line. لا يعني they're close together but they don't form a line, a straight line. اجابه خاطئه. اقعدي جنب اختك حنين. نروح ل عمر ماجد. بص يا عمر انت هادي قوي، فانا نفسي اطمن انك فاهم. فاجئني بقى يا عمر وفاجئهم وقول لي الاجابه الصح. نو كلو. ايه مش سامع؟ نو كلو. عمر انا مش سامع، معلش يبدو ان المايك بعيد قوي. عمر انت فين؟ I've moved my mic closer. Can you hear me like this? No clue. هو صوتك بعيد قوي يا عمر، صوتك بعيد قوي والكاميرا قافله. عمر ماجد كاميرا. عمر رسمي كسبت معانا النهارده، هتجاوب. Why a regression line may be appropriate to describe the relation between x and y. ايوه انا كنت اقول نفس الكلام بس هو غلط بقى. الله عليك محمد جلال. هاجي لك يا ياسر، جاي لك انت اللي بعده. ها جلال. هي دي اخر اجابه اللي انت قلتها، اخر حاجه قلتها؟ ايوه
Because the points are close form a straight line. Allah عليك يا جلال. Allah عليك يا جلال. Points are close to straight line. Help me. طب انا قلت كده. لا انت ما قلتيش كده, انت قلتي points are close to each other. فرق كبير جدا يا جودي. ده انت قلتي points are close to each other and they cannot form a line. ده غلط, ده العكس تماما. ده انا ممكن اعمل لاين. مستر انت كنت جيتي على دوري كنت قلتها. طبعا طبعا ايوه عشان ما سالتكش. ماشي ماشي هجيلك تاني. عمر ماجد اين انت يا فتى, اين انت يا عمر؟ عمر ماجد الو حول. One man down. يا عمر. Hello. عمر سمعني؟ Yeah, I can hear you. طب شغل الكاميرا بقى يا عمر. كده انا سامعك كويس. اه. بص انا ما سمعتش انت قلت ايه بقى يا عمر, انت جاوبت قلت ايه؟ انا كده قلت الاجابه خلاص, خلاص انت قلت ايه عشان انا سمعتك. I said I didn't know. اه طب بص يا عمر الاجابه ان ال points are close to straight line. يبقى انا ليه هنا في كيس 1 و 2 ممكن استخدم linear regression model because points are close to straight line. ايه الفيتال ميستيك يا جماعه اللي بتقولوها؟ انك تقول لي points are close to each other, دي فيتال ميستيك تاخد 0. ليه بقى؟ طب ما انا في كيس 3 points close to each other بس انا ما اقدرش ارسم line. فالاجابه ان ال points are close to straight line. حد قال ان هم اللي are close together to form a straight line. بالعكس دي قالت points are close to each other that they cannot form a straight line. جودي قالت كده, فدي جابة خاطئة لان هي هم يقدروا يعملوا line ومش لازم يكونوا close to each other. ماشي واضحة كده يا جماعة؟ بس انت انا عايز ايدك تبقى فوق طول الحصة. بس انت ايدك ما تنزلش فوق, ما تنزلش من فوق. معلش معلش ايدك ما تنزلش من فوق طول الحصة والله مش بهرج. بس مفيش غيري النهاردة من الحصة؟ ايوه والله عشان انت فعلا مش مركزه معايا خالص. تخيل لما لوجاين ما اندهش عليها. تخيلي لما ما اندهش على لوجاين ولا مره وانده عليك ثلاث مرات. تخيلي احنا وصلنا لايه. انا اصلا بركز على فكره وانت ظالمني. طبعا يا عادل بي انا عارف يا عادل بي صح. هقول ماشي. وانت يا ياسر مش عايز تقولي انا ظالمك انت كمان؟ ما خلاص ده انا وانا ظالم لوجي يا ظالمك انت كمان. الله ايه ما مرمطني والله. تستحق ولا لا بامانه؟ تستحق ولا لا؟ مش طول الوقت صراحه يعني كل ما انت اللي بتعمل كده. الله ما انت لو قعدت ساكت هتلاقيني انا كمان ساكت والله يا مستر. من ساعه ما دخلت معاك وهو مديني بالجزمه كل يوم. انا ما بعملش حاجه, انا بقعد في حالي الاقي طالع لي فجاه كده زي كوز الدرة وتطلع لي بحوار. كل مرة تطلع لي بحوار شكل, كل أسبوع تطلع لي بحوار شكل. بس بجدد يعني مش نفس الحوار كل مرة. ما أنا هقفلهم لك كلهم. تاني حاجة أنا يعني بص أنا كل المواقف عدت عليا اتهرست كلها في الأفلام. فأنا خلاص أنا استويت يا ابني. أنا فاهم, فأنا أي حاجة هتقولها عدت عليا وفاهمها وعارف حلها. فبلاش يا قصدي تعالى معايا سكة ودغري. خلاص اتعلم. ماشي. يبقى يا جماعه دلوقتي دي كانت الطريقه الاولانيه. بس اللابتوب بتاعي هيفصل فهخش من ديفايس تاني. ماشي يا كريم عشان عملت اكسبت. فدلوقتي يا جماعه يبقى الطريقه الاولى ان انا اعرف الكورليشن في اكس واي رسمي هي عن طريق السكاتر دايجرام, صح كده؟ الطريقه الثانيه ان انا اقدر اعرف بيها الكورليشن ما بين اكس واي قال لك نوميريكال عن طريق calculations. حلو كده؟ قال لك ازاي عن طريق calculations؟ قال لك بتروح تحسب ال R. ال R دي قال لك ال R دي هي ال product moment correlation coefficient. قال لك ان انا عندي 3 cases مختلفة من ال R.
عمر ما جيت. بص يا عمر، انا ساعات الناس الهاديه ما بعرفش هم مركزين معايا ولا، فانت لو لقيت نفسك سرحان لازم توقفني، فاهم قصدي؟ لحد ما انا اعرف. بس لقيت نفسك مش فاهم اسالني عادي، فاهم قصدي؟ مفيش اي مشكله، وقفني قول لي انا ما فهمتش الحته دي. فقال لك دلوقتي يا جماعه الار عندي 3 كيس مختلفه ليها. قال لك اول كيس ان انا الار بتاعتي تكون ما بين ال 0.5 وال 1. قال لك مبدئيا، وخليك فاكر الحته دي، الار بتاعتي لازم تكون ما بين النيجاتيف 1 وال 1. فلو انت مره باي كالكوليشن جبتها بره الرينج ده، او حتى جبتها 1 او نيجاتيف 1، تعرف انك عملت حاجه غلط في الكالكوليشنز وتعيد الكالكوليشنز كلها. يعني الار كان نوت بي ايكوال تو 1 او نيجاتيف 1 باي كالكوليشن، وما ينفعش تبقى بره الرينج ده. فلو انت مره حسبت الار وطلعت بره الرينج، تعرف انك عملت حاجه غلط وتعيد الكالكوليشنز كله تاني. قال لك طب الار بقى الرينج بتاعها اللي هو من نيجاتيف 1 ل 1 ده، قال لك بتقسمه جواه 3 ريجنز. ايه هو 3 ريجنز دول؟ لوجين باس تحت ليها لوجين. طب بصي اختبار تركيز اهو اهو اهو، حلو كده. بنقسم الار كام ريجن، والار والرينج بتاعها من كام لكام؟ 0.5 to 1 ونقسمها ل 3 ريجن. طب الار نفسها بقى، الار نفسها الرينج بتاعها من كام لكام؟ 0.5 to 1. محمد ياسر، الار الرينج بتاعها كام؟ نيجاتيف 1 ل 1. الله عليك الله عليك، ماشي يا لوجين، ماشي براحتك خالص، على وضعك على وضعك، ماشي اهو. شفتي شفتي يا بسنت اهو اهو، شفتي رحت لوجين اهو، اشتغل زي على طول سهله اهي، ما تلاقيش. بس انت برضه مشكلتك مع البنات النهارده. كده طيب. طب ده انا بقى هركز معايا، انا هعمل فيكس ليك انت لوجين، هعمل لك فيكس عشان تقولوا انتوا عندي ما تتحركوش. ايوه ده هو. انا بص هقول لك ايه، ما عشان انتوا الاثنين بصوا على الموبايل. انا معيش الموبايل، انا معيش موبايل برضو. معلش طب انا يبدو ان انا اللي معايا الموبايل، يبدو ان انا اللي معايا الموبايل، يعني مش معايا. يبدو ان انا كمدرس العيب فيا. ماشي 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 ماشي، شيل ايدك من على خدك، انا جنبك، انا جاي اخدك. ايوه طيب، يبقى طريقه النوميريكال يا لوجين، قال لك الار بتاعتي ما بين نيجاتيف 1 و 1. قال لك والرينج بتاع الار بتاعي ممكن اقسمه 3 اريا جوه. اول ريجن من بوزيتيف 0.5 لبوزيتيف 1. قال لك وساعتها ده بيبقى ايه؟ بيبقى بوزيتيف كورليشن. قال لك ولو كانت الار بتاعتي كلوز تو 1، يعني 0.9 0.8 0.7، هقول فيري هقول strong positive correlation، مش بس positive، هقول strong positive correlation. ولو قلت على 0.5 كمان strong positive correlation، الراجل هيعديها عادي. حلو كده؟ قال لك طب لو كانت ال R بتاعتي ما بين negative 1 و negative 0.5، قال لك ده معناها ان هي نيجاتيف كورليشن. ولو كانت الار بتاعتي كلوز تو نيجاتيف 1، زي مثلا نيجاتيف 0.9 نيجاتيف 0.8 او حتى نيجاتيف 0.5، هقول سترونج نيجاتيف كورليشن. حلو كده؟ قال لك طب لو كنت انا بقى ما بين النيجاتيف 0.5 وال 0.5، قال لك هنقسم الحته دي كمان لثلاثه اريا صغيرين. اول حته منها لو انا كانت الار بتاعتي is close to zero، هقول no correlation. قال لك طب لو كانت الار بتاعتك مثلا يعني 0.3 0.2، قال لك والله الاكزامينر هنا بيبقى بني ادم محترم قوي. ليه بقى؟ لو انت قلت له weak positive correlation هيحسبها لك صح، لو قلت له no correlation
هيحسبها لك صح برضو. نفس الكلام لو كانت R بتاعتي negative 0.2 أو negative 0.3، لو التل ويك negative correlation هيحسبها لك صح، لو التل no correlation هيحسبها لك صح برضو. واضحة كده الحتة دي؟ بس احنا عشان يعني كل واحد من دول بنستعمل اللي هو الريجن معين، بنستعمل ايه الريجن ده اللي هو النيجاتيف 0.5 مثلا، مش ريجن ده رينج، ما لهاش علاقه خالص يا ياسر بالريجن بتاع فيو. ايوه يعني احنا ممكن مثلا لو احنا عايزين نعرف البوزيتيف كولوريشن ممكن نعملها ان هو من نيجاتيف 0.5 ل 0.5. ليه ب 0.5؟ يعني من 0.5 ل 0.5 لسه مش في ثلاث رينجز هنا. ايوه هي من 0.5 ل 1 يا اسر. لا اللي هي الثاني واحده من نيجاتيف 0.5 ل 0.5. ايوه احنا ممكن نبدلهم بمعنى ايه؟ خلاص يا اسر خلاص. انت قصدك تبدلهم يعني تكتب ال 0.5 على الشمال البوستر؟ ايوه. لا لا ما انت على طول بتكتب في اي انيكواليتي في الدنيا بتكتب الرقم الصغير على الشمال صح؟ اه. ونيجاتيف 0.5 اصغر من 0.5؟ بس انا مش قصدي كده، مش قصدي. هما ليه؟ طب قول لي. يعني احنا ليه حاطين ان البوستيف كولوريشن ان هو 0.5 ل 1؟ اشمعنى؟ لا ده هي دي كده، ده هي دي بروبرتيز بتاعت الار. يعني الار نفسها از فاليو ده معناها اوكي يعني ده كانديكيشن، فاهمني؟ فاهم. طيب لحد هنا في مشكله ويك او زيرو لما بتبقى قريبه من الزيرو اللي هي 0.5 وماينس 0.5. 0.5 مش كلوز تو زيرو؟ لا يعني هي ممكن تطلع بزيرو، ممكن تطلع صعب قوي تطلع بزيرو، لكن ممكن تطلع 0.1 0.05 0.2. عشان قلت ان ده ايه R is close to zero which equal، قلت close to zero. طب احنا ازاي بنطلع ال R اصلا؟ هقول لك بقى، هنروح دلوقتي مستر في السؤال اللي فات بتاع اللي هو points are close to a straight، عندما ان احنا بنسمي اللاين يعني points تكون قريبه منه. احنا مش هنرسمه كريم، احنا لما لقينا ان البوينتس بتاعتي عامله سكاتر دياجرام ينفع يترسم له ستريت لاين، قلت بوينتس ار كلوز تو ستريت لاين من غير ما ارسم بالنظر بس. بس يعني ككونسبت يعني هو ده، انت مش هترسم لان هو اصلا هيبقى عليه درجه السؤال ده. لا ما انا فاهم. ايوه بس فكرته هي دي فكرته يعني بالظبط. ان انت تعرف ترسم بالظبط، ان انت تعرف ترسم ريجريشن لاين. جاي فاهمة؟ عمر ماجد فاهم؟ جلال فاهم؟ اه زي الفل. ماشي يا جماعة. طيب ازاي بقى نكتب الار بقى؟ تعالوا بقى نروح نشوف الكالكوليشنز. عايز اقول لكم حاجة، شابتر 1 هو الكورليشن ده اسهل شابتر من الخمسة كلهم، هو الكورليشن ده فعليا مش اي فكره. انت حبه رولز بتعوض فيها تطلع ارقام، وبعد كده بعد لما تطلع الارقام بيروح يسالك حبه اسئله، سيبكم من ده، بيروح يسالك حبه اسئله ثيوري. اصعب حاجه في الدرس ده اسئله ثيوري وهنجاوب عليها كلها وكلها بتتكرر. فانت في الاول بس لحد ما تحفظها مكتوب لك في الكتاب لحد ما تحفظها. طيب ازاي بقى بنحسب، ازاي بنحسب الار؟ قال لك اول حاجه عندنا حاجه اسمها الثلاثي المرح. ايه الثلاثي المرح ده؟ الثلاثي المرح ده هو الاس اكس اكس الاس واي واي الاس اكس واي. قال لك يا مستر دول معناهم ايه؟ قال لك دول اعمل زوم بس يا ياسر، اعمل زوم بس صراحه. حاضر. حلو كده؟ حلو. وعلى فكره يا جماعه الرولز دي مش حفظ، الرولز دي بتبقى معاك في الامتحان فرست بس. طيب فالثلاثي المرح اللي على الشمال دول يا جماعه الاس اكس اكس والاس واي واي والاس اكس واي
ايه فكرتهم مش مطلوب منك تبقى عارف، لكن هو بيقيسوا الديفرنس ما بين البوينتس بتاعتي والميم ان تيرمز اوف سكوير. بطريقه اخرى ممكن نقول ان هي بتقيس لي الفاريانس بتاعي تايمز النمبر اوف ريدنجز، لكن انا بقول لك مش فارقه معاك تبقى فاهم معناها ايه. حلو كده، عمره ما بيسالك فيها، المهم ان انت بتروح تحسب الثلاث حاجات دول، والمهم انك تعرف ازاي بتعوض. فانت عشان تعرف ازاي بتعوض لازم تبقى فاهم الفرق ما بين سيجما اكس سكوير، احنا على طول بنستخدم الرول ده اللي في النص ده، فانت لازم تبقى فاهم الفرق ما بين سيجما اكس سكوير وسيجما اكس اول سكوير. ايه الفرق ما بينهم يا جماعه؟ قال لك هو سيجما اصلا يعني ايه؟ قال لنا سيجما يعني سم، لوجين ايدي كالوجين. قال لك هنا اهو في السيجما اكس سكوير اللي تحت دي ايدي كالوجين، قال لك في الاكس سكوير اللي تحت دي بروح اعمل سم للاكس كلها، يعني اجيب السم اوف اكس وبعد كده اعمل لها سكوير. قال لك يا عمر لكن سيجما اكس سكوير انت بتاخد كل اكس عندك تعمل لها سكوير وبعد كده تعملهم بلس بعض. تعالوا هعملها معاكم مره بالتصوير البطيء. يعني لو انا عندي عايز اجيب سيجما اكس اول سكوير، دي هتبقى ايكوال اكس 1 بلس اكس 2 بلس اكس 3 بلس اكس 4 بلس كل الاكسات اول سكوير. لكن سيجما اكس سكوير معناها اكس 1 سكوير بلس اكس 2 سكوير بلس اكس 3 سكوير بلس اكس 4 سكوير بلس اكس لحد ان سكوير. صعبه؟ صعبة يا شباب؟ مستقبل الـ N هو الـ number of times؟ الـ N الله عليك، هاجي بقى دلوقتي الترم ترم. الـ N ده هو الـ number of terms اه. يبقى احنا دلوقتي عرفنا يا جماعة أول حاجة الفرق بين السيجما X سكوير والسيجما X all سكوير. إيه بقى الـ N دي اللي تحت دي؟ قال لك الـ N هي الـ number of terms. حلو كده؟ الحمد لله. يعني دي سؤالكم. قال لك طيب يبقى انا هعمل كده مره في الاس اكس اكس وهعمل نفس الكلام في الواي، بس انت عشان اجيب الاس واي واي. معلش انا 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 حطك في مخي، معلش انا مستقصدك، عارف مستنصدك. معلش. اللي تحتيها بقى يا جماعه الاس اكس واي. قال لك الاولانيه دي سيجما اكس واي، طب ايه الفرق ما بين سيجما اكس واي وسيجما اكس تايم سيجما واي؟ قال لك اللي تحت دي سهله، بنروح نعمل نجمع كل الاكسات بلس بعض تايمز نجمع كل الوايات بلس بعض، صح ولا غلط؟ قال لك لكن السيجما اكس واي ايكوال ايه؟ قال لك دي بقى بتاخد كل x تعملها تايمز y، يعني x1 y1 بلس x2 y2 بلس x3 y3 وهكذا لحد xn yn. صعبه؟ لا. حلو، بعد لما انت رحت عوضت في 3 rules دول وجبت ال sxx وال syy وال sxy، عبدو تروح تعوض هنا اهو في رول الار، تقول ار ايكوال اس اكس واي اوفر روت اس اكس اكس تايمز اس واي واي. ما انا جبت التلاته خلاص، هعرف اجيب ار ولا لا؟ ياسر هعرف اجيب ار ولا لا؟ بعد لما اجيب الار يا جماعه اروح اشوف بقى هي بوستيف ولا نيجاتيف ولا نو كورليشن، وهتلاقي الراجل بعديها بيسالك بيقول لك كومنت على ار اللي احنا هنشوفها كمان شويه زي ما احنا قلناها اللي هي بوستيف ولا نيجاتيف كورليشن. بس بيجي على حدك اسمي النبي. طيب لحد هنا اذا ما عندناش ايه ما ينفعش نجيب الار اذا ما عندناش كونسبت دي. وايه تاني؟ معلش الار الار وي كانت جيت ات اذا ما فيش كل 3 اسز. لا استحاله نعرف نجيبها من غير ما يكون عندنا 3 اسز.
الاس دي يعني ايه؟ ايه؟ الاس دوتكم دي يعني ايه؟ انا مسامع مسامع يعني ايه الاس دي اصلا؟ ما لسه قايل من شويه يا ابني والله، شو ده اكبر دليل ان انت سرحان تماما. دي اول حاجه انا بدات بيها، قلت الاس اكس اكس والاس واي واي والاس اكس واي فعليا انت مش مطلوب منك تعرف هو معناهم ايه، لكن هو بيقيسوا لي الديفرنس ما بين الاكس والاكس بار لكن سكوير. يعني ايه؟ يعني كل ترم كل ترم عندي بيعملوا له ماينس الاكس بار اللي هو المين ويعملوا له سكوير، شبه الستاندرد ديفيجن، لكن كل فرق ان الستاندرد ديفيجن كان بيبقى تحت الروت اوفر ان، صح؟ فدي كل فرق، هي مش الستاندرد ديفيجن لكن هي بتجيب لي او بتقيس لي الديفرنس ما بين البوينتس بتاعتي والمين. واضحه كده؟ يعني الفا يعني ده الفارينس صح؟ ايه؟ الفارينس فارينس اوفر ان زي مكتوب هنا اهو. يعني انت عشان تجيب ده من الفارينس تعمل فارينس اوفر ان. والرولز دي يا جماعه على فكره الحتتين دول بقى مش موجودين في لسه الفورمولا دي، احنا مزودينهم من عندنا فنسوم دلوقتي خالص، ما بنستخدمهمش في الدرس ده الا نادر، هنجي لها قدام. يعني الرولز دي اصلا مش عندك في لسه الفورمولا، احنا مزودينهم. طيب لحد هنا يا جماعه في مشكله؟ استاذ ايه هم الاكس داش والواي داش؟ الاكس بار والواي بار اللي هو اللي هو المين، لكن احنا ما بنستخدمش دول، بنستخدم دول بس، الاكس بار والواي بار هو المين. ماشي يا مازن؟ تمام اوكي لحد هنا يا جماعه في مشكله؟ ايوه بس ممكن اقول لك حاجه بس من غير شتيمه يعني. بس ايه بس ايه؟ من غير شتيمه؟ من غير شتيمه مش هقدر امسك نفسي على حسب. لا يا نهار يا ابني، هو انت يا ابني بتفتكر الحمام وانت حساسي؟ هو انا شفت المور اللي شغلته ده كان الحمام. هو انا معلق علامه الحمام في الحصه يا ابني؟ ايه يا ابني هو مستر فجاه مش بتخطط انت يعني؟ انت يعني انا قاعد في الحصه هو عمري يعني ولقيت فجاه على حاجه غريبه بتجي كل فجاه كل مره في حصه الاس 1 يعني ايه؟ ايه دقيقه والله والله دقيقه. طيب يلا بسرعه حمام اهو. يلا ماشي يا حبيبي يلا. العظيم يا جدعان انا لو حصه كي جي 1 مش هيحصل فيها كده، انا لو حصه كي جي 1 مش هيجي لي واحد يقول لي عمو عمو عايز اعمل بي. الله العظيم يا جدعان الحاجات دي ما فيهاش كبير وصغير. الله عليك الله عليك الله عليك، بس فعليا فعليا هي فيها كبير وصغير. بكره تخش الجيش لو كان عندك جيش وراجل راجل تروح تقول له انا عايز انا جت معايا طلبت معايا دلوقتي، يبقى شوف هيعمل فيك ايه بقى، قولها له بقى. مازن انت قفلت الكاميرا ليه يا مازن؟ هو عمر رسم راح الحمام، انت مالك انت؟ مازن ايوه ايوه معاك. تاني مره تقفل الكاميرا النهارده يا مازن. اه سكرني مش مركز يا مازن. طيب مازن ما اعرفش تبص تحت ليه يا مازن، انت ماسك موبايل؟ اتاخرت عليك اتاخرت مستر عليكم ولا ايه؟ اه اتاخرت خدت دقيقه و10 ثواني بس زي بعض. يلا يا جماعه بيقول لك ايه بقى هنا؟ ده سؤال ده سؤال جايم ايدك شكلها على الكيبورد. ايوه شفتي سحبتيها تاني ازاي؟ شفتي؟ الله عليكي الله عليكي، ما تدهاش تاني هناك بقى، كخه كيبورد كخه ما تحطيش ايدك عليه. قال لك يا جماعه دلوقتي انا جايب لكم السؤال ده، ده سؤال امتحانات اهو كامل. هنشوف بقى السؤال بيجي ازاي عشان تتخيل وتشوف بعينك ان السؤال بقى تافه قوي. كريم يا عزيز دخلنا هنا السؤال ده يا جماعه، ركز معايا والنبي. قال لك اساين تيست، ماشي اساين تيست از ريسيرشنج whether or not birds of prey exposed to pollutant lay eggs with thinner shells. He collects a random sample of eggshells from each of six different. هو انا فاتني حاجه انا فاتت. لا 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 انا لسه بقرا السؤال. فقال لك ان هو he collects a random sample of eggshells from each of six different nests. صح كده؟
ففي واحد راح قال لي ده معناه يا مستر عبدو ان الان بسته. قلت له مظبوط. قال لي على فكره يا مستر انا اصلا ما كنتش محتاج اعرفها من فوق لان انا عندي في التيبل يا لوجاين ايديك لوجاين جنب راسك قاعده الفراعنه. ايوه الله عليكي اثبتي بقى قاعده الفراعنه. قال لك لان في التيبل انا عندي 1 2 3 4 5 لا قاعده الفراعنه بايديك. قال لك عشان انا في التيبل عندي 6 قرايات صح؟ قال لك يبقى ان بسته صح ولا غلط؟ طيب بقى كده الراجل بيقول لك ان هو لوجاين اقسم بالله مش بهزر ما تزولنيش. And test for the pollutant level P and measure the thinning of chill T. دلوقتي يا جماعة احنا كل كلامنا في الأسئلة اللي فاتت كان X و Y صح ولا غلط؟ قال لك لو الراجل مديك تيبل على طول اللي فوق ده بيكون ال X واللي تحت هو ال Y من غير ما تفكر. حلو كده يبقى على طول في التيبل اللي فوق هو ال X واللي تحت هو ال Y. قال لك لكن في نفس الوقت وانت بتحل السؤال ما ينفعش تكتب له اكس وواي. عمر ماجد عمر ماجد يا عمر ما تختفيش فجأة يا عمر عشان انا هضطر اوقف. فقال لك يبقى انا على طول لو عندي التيبل اللي فوق هو الاكس واللي تحت هو الواي لكن في نفس الوقت وانت بتحل السؤال ده ما ينفعش تستخدم اكس وواي. امال لازم استخدم مين؟ البي والتي. امال انت ليه مستر بتقول لي ان دي اكس ودي الواي؟ عشان انا عارف ان انت لسه في الاول فحافظ الرولز ان تيرمز اوف اكس وواي. فانا بقول لك عشان ما تتلخبطش ان اللي فوق هو الاكس واللي تحت هو الواي لكن وانت بتحل ما ينفعش تكتب له اكس وواي تكتب له بي وتي. فانا كده فالراجل اول حاجه قال لك درو اسكاتر دياجرام اون ذا اكسس اون بيج 7 خلوها للاخر دي عشان نجيب الجراف كله مره واحده. اللي بعديها قال لك اكسبلين واي الينير ريجريشن موديل مي بي ابروبريت. دي برضه اسبوع على الجراف. قال لك كالكوليت ذا فاليو اوف اس بي تي واس بي بي. حلو كده. فانا رحت يا جماعه احسب الاس بي بي. انا عارف ان اس بي بي دي اللي هي مين؟ اللي هي اس اكس اكس صح؟ بس ما بكتبلوش كده. فهقول له الاس بي بي ايكوال للرول. الرول كانت بتقول ايه؟ سيجما بي سكوير ماينس سيجما بي اول سكوير اوفر. انت قلت الرولز دي هتبقى معانا في الامتحان؟ اه يعني حطها لنا يعني في السؤال يعني؟ بيديك لسه فورمولا. في لسه فورمولا. فاحنا جينا يا جماعه نعوض هنا. فانا عارف ان سيجما بي سكوير ب 1967. كريم حلمي يطلع فوق شويه. كريم مش شايفه. ماينس سيجما بي اول سكوير اوفر ان اللي هي 6. هجيب سيجما بي ازاي بقى؟ قال لك عادي روح فوق في التيبل جمع كل الارقام دي بلس بعض اللي هي النهايات كلها تطلع كام؟ اشتغلوا بالكالكوليتور. الكالكوليتور كله يمسك الكالكوليتور يا جماعه ويجرب عشان شغلوا ايديكم شويه. اوكي لوجين هي انا قلت شغال ايدك مش هتطيع على خدك شغليها بالكالكوليتر. ايوه طيب طلعت كام مع الاجابه؟ 1951.5. كم كم؟ 1951.5. حلو قوي. رحنا يا لوجين نحسب الاس بي تي اللي هو عايزه. جبنا ايه؟ 93. عملنا سم هنا في سكوير على فكره انا كنت ناسيه. عملنا سم لكل الاكس البي هات بلس بعض. انا كنت ناسي السكوير اللي اداني الرقم ده كان حاطط سكوير ولا لا؟ مستر الاجابه 525.5. كم معلش؟ 525.5. اوكي روحنا يا جماعه نحسب الاس بي تي. فولت بي ايكوال سيجما بي تي ماينس سيجما بي في سيجما تي اوفر ان.
رحت عوض الراجل مديني بصوا ما رحت عوض فوق الراجل كان مديني اهو سيجما بي تي 6 694 فقمت جيت هنا اهو 694 ماينس السيجما بي اللي هو 93 تايمز السيجما تي اللي هو كام اوفر ام 6 السيجما بي هتروح تجمعهم يطلعوا 1 وكام 10 13 23 29 34 تطلع كام تطلع كام 167 ماشي الراجل ما كانش طالب ده رسمي بس انا عايز اجيبه عايز اجيب الاس تي تي فانا عارف ان اس تي تي ايكوال سيجما تي سكوير ماينس سيجما تي اول سكوير اوفر ان صح ولا غلط طب انت جبته ليه طالما مش طالبه مش هقول لك عشان انا عايز اكمل كذا حاجه من عندي نجيب الار بتاع فقال لك اكتر حاجه هتساعدنا السيجما تي سكوير الاولانيه بنجيبها ازاي يا جماعه قال لك بتاخد كل تي عندك تعمل لها سكوير وبعد كده تعمل لهم بلس بعض يعني يعني 1 سكوير بلس 3 سكوير بلس 9 سكوير بلس 10 سكوير بلس 5 سكوير بلس 6 سكوير 252 كم 252 ماينس سيجما تي اللي هي 34 اول سكوير اوفر 6 تطلع دي كلها بكام؟ كم؟ 59.3 صح كده؟ اوكي نيجي بقى نحسب الار قولوا لي الار كان بتقول ايه حد فاكرها اس بي بي اوفر اس بي تي اوفر روت اس بي بي اس بي بي تايمز اس تي تي فنروح نعوض هنا الاس بي تي بكام 167 over root SPP اللي هو 525.5 times STT اللي هو 59.3 تطلع كام يا جماعة 0.95 كم 0.95 حلو قوي لحد هنا يا جماعه في مشكله او في حد مش فاهم نعم اوكي بعد لما جبنا الار يجي بقى الراجل يقول لك ايه يقول لك interpret the value of r يبقى نيجي هنا يقول لك هكتبلك في النص هنا كده يقول لك interpret the value of r مش انت r بتاعتك ب 0.95 صح هو 0.95 دي معناها positive correlation ولا negative correlation ولا no correlation positive correlation strong positive correlation صح مظبوط بس مش هتاخد درجه اللي انت كتبته ده هو صح 100% صح قول عشان ار از كلوز لا ما ينفعش تقول الار كلوز ما ينفعش الار كلوز سببين عشان انا ما سالتكيش على ريجريشن موديل وعشان انت ما عندكيش اصلا جراف مرسوم اكتب له الرينج لا
تعالى بقى نفهم هو اصلا strong positive correlation دي معناها ايه. مثلا مش معناها ان انا كل ما الاكس بتزيد الواي بتزيد، صح؟ هو ده الحته اللي هو عايز يسمعها. فالدرجه هنا يا لوجين، ايدك لوجين ورا بسرعه، ايدك اليمين، ايدك اليمين يور رايت هاند، لا الرايت هاند ايد ثانيه، ايوه هي دي اليمين اللي اكل بيها. ايوه قال لك يبقى الاجابه عشان تقول له as x increases y increase الدرجه عشان الجمله دي. جلال طب انا عارف ده منين؟ عرفت لما لقيت ان الار ب 0.95، وانا عارف ان 0.95 يعني بوزيتيف كورليشن، واحنا عارفين يعني بوزيتيف كورليشن معناها ان كل ما الاكس يزيد الواي يزيد. يبقى الاجابه لما يقول لي انتربريت الار اقول له عشان ده كان بوزيتيف كورليشن هقول له از اكس انكريز الواي انكريز. طب تعالى نتخيل ان انت في سؤال تاني كانت الار بتاعتك بنيجاتيف 0.9 اقول له ايه؟ از اكس انكريز واي ديكريز. الله عليكم. عليا ايه؟ مش سامع معلش ايه سري؟ بتقول الله عليك هقول لك عليا انا. ما بقول لك الله عليك. ما انا عارف ان انت يا ابني صوتك باين يا ابني، يا نهار ابيض. بس انا عندي سؤال. ايوه حضرتك كنت بتقول ما ينفعش نقول R close to 1 لسببين وبعدين ما سمعتش الباقي. اولا علشان هو اصلا ما سالكيش هنا، ما جابلكيش سيره انا ينفع ارسم ريجريشن لاين ولا لا، صح؟ والحاجه الثانيه ان انت اصلا ما عندكيش جراف مرسوم عشان تعرفي تقولي بوينتس كلوز تو ست لاين ولا لا. هو انت هنا في الكالكوليشن يا بسند، هو انت هنا في الكالكوليشن انت شايفه اللاين؟ لا يا ينفعش. تمام شكرا. لا طيب ينفعش اقول positive correlation؟ لا مش تاخد درجه. تمام الدرجه على كده increase why increase بالظبط، هي دي عليها الدرجه. عايز تزود تكتب حاجات ثانيه، عايز تزود تكتب الاثنين مفيش مشكله، لكن الدرجه على الجمله اللي انا حاططها في الروايه دي. هو ده في كل الاسئله بتاعت الدرس ده ولا هو انت يعني ايه يعني ايه يعني لما يقول لنا انه في كوريليشن، يعني انه لما يجي على حاجه فيها كوريليشن نقول از اكس انكريز واي انكريز. هو اجابه السؤال ده ياسر لما يقول لي انتربريت الار معناها ايه، مش عايزني اقول له بوزيتيف ولا نيجاتيف، هو هنا عايزني اقول له يعني ايه بوزيتيف ويعني ايه نيجاتيف. بس لما يقول في اسئله ثانيه يا سيدي هتعدى عليها كلها السيف. قصدي بيقول لك يعني هتستخدم فيها سترونج بوزيتيف كورليشن ولا ممكن لو راجل قال لك ديسكرايب، لو راجل قال لك ديسكرايب ذا كورليشن. طيب نيجي هنا يا جماعه اهو، يبقى احنا كده جاوبنا على السؤال بتاع انتربريت الار اللي انا كنت مزوده لكم عنه. طيب دلوقتي بقى مش انا قاعد بقول لك ان احنا في ريجريشن لاين ممكن يترسم، صح ولا غلط؟ الريجريشن لاين ده يا جماعه لما برسمه ازاي؟ قال لك هو انت عشان ترسم اي لاين في الدنيا محتاج كام بوينت؟ اثنين. اثنين صح؟ صح كده؟ قال لك بنرسم بقى التو بوينتس دول ازاي؟ قال لك في اوبشنز كتير. من ضمن الاوبشنز دي، والاوبشن ده انا بحبه. بس هو تعالى يعني خلي الرسم بعدين، هو اللاين ده هنا دلوقتي هو عايزنا نجيب الايكويشن بتاعه. مش احنا عارفين يا جماعه ان اي لاين في الدنيا الايكويشن بتاعته y equal mx plus c؟ قال لك في الاس 1 عشان انت كبرت شويه غيرنا الليترز، يعني بقت y equal bx plus a. فاحنا كلنا عارفين يا لوجين ان الاي دي هي مين؟
الواي انترسبت. الله عليك. وكلنا عارفين ان البي دي هي مين؟ جريدينت. السلوب جريدينت صح؟ مظبوط. قال لك طب انت عشان تجيب بقى البي والاي بتجيبهم ازاي؟ قال لك اول ليهم رولز برضه. قال لك البي اللي هو السلوب الرول بتاعه ايكوال اس اكس واي اوفر اس اكس اكس. طب والاي؟ قال لك الاي مش انت لو عملت اللاين سبجكت هتبقى الاي ايكوال واي ماينس بي اكس صح كده؟ قال لك بس احنا مش واي واكس احنا تي وبي. قال لك يبقى الاي بتاعتي ايكوال تي ماينس بي بي. قال لك صح لكن هتعوض بأي بوينت؟ قال لك لازم تبقى التي بار والبي بار. ايه التي بار والبي بار دول؟ المين الافرج بتاعهم. طب تعالى نحلها بارقام عشان تفهم. دلوقتي رحنا نحسب البي وانا عندي يا مستر ولا ايه دي ايكويشنز دي لازم نحفظها برضه ولا موجوده في كل ده موجود في الليست فورمولا. طيب روحنا يا جماعه نحسب البي. حد كان فاكر الارقام بتاعت اس اكس واي اس اكس اكس بكام؟ اللي هو هنا على فكره بالمناسبه هتبقى اس بي تي اوفر اس بي بي صح؟ اس بي تي هيبقى 167 ماشي و اس بي بي هيبقى 525.5. تطلع كام؟ ينفع تكتب فراكشن؟ No. 334 over 1051. تاني عبده كم معلش؟ 334 over 1051. حلو كده. قالك طب انا ممكن اكتبها مستر ديسمالز ممكن لكن لما تيجي تعوض بيها تستخدم الاكزاكت. طب الايه بقى؟ قال لك يا عبده لازم تروح تجيب التي بار والواي بار. التي بار دي هي ايه؟ اللي هي سيجما تي اوفر ان، اكن بجيب الافرج بتاع التي. فسيجما تي ده اللي هو جابها ازاي؟ بعمل ارقام التيهات بلس بعض صح؟ اللي طلعت 34 فتبقى 34 اوفر 6. طب والبي بار؟ قال لك سيجما بي اوفر ان اللي هي 193 كان 193 ولا 96؟ طب 193 تقريبا ماشي. قال لك طب بعد ما جبت كده تروح بقى تعوض عشان تجيب الاي. فتقول يبقى انا الاي بتاعتي ايكوال التي بار اللي انا جبتها في 34 اوفر 6 ماينس السلوب اللي هو 334 اوفر 1051 تايمز البي بار اللي هو 193 اوفر 6. ممكن حد يروح يحسبها بسرعه؟ هو سيجما بي هيبقى 93 93. ممكن حد يحسب لي ايه؟ طيب بالفراكشن ولا ديسمال؟ خليها فراكشن طول ما هي 2336 كم؟ 336 over 3153 كم؟ 153 and 53. ايوه حلو قوي. دي الايه صح؟ نرجع بقى يا جماعه فوق نكتب الايكويشن بتاعت اللاين زي ما هو عايز. يبقى هكتب له ال T equal ال A اللي أنا جبتها اللي هو 2336 over 3153 plus ال slope اللي أنا جبته ب 334 over 1051 P صح ولا غلط؟ ليه؟ عكسنا مكانهم مش فارقة خالص ما هي بلس.
طب هو مثلا لو احنا جبنا ال تي بار وال وال والبي بار عشان ايه؟ عشان اجيب الاي، عشان اعوض هنا عمر واجيب الاي. طب مش احنا جبنا الاي خلاص؟ ايوه، ما انا جبتهم بالتي بار انت جبت الاي بالايكويشن اللي هي تحت ده. تمام. تمام. في حاجه تانية يا جماعه ولا ايه؟ استاذ مش فاهم جبت الايكويشن دي من فين. اي واحده يا عم؟ الاثنين دول 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 موجودين في لسه فورمولا. دول يا عمر موجودين في الليست فورمولا. بس فين الليست فورمولا دي؟ دول موجودين في الليست فورمولا يا عمر. ماشي. ايه يا اسد؟ فين الليست فورمولا؟ اللي هي ورقة فيها الرولز في الامتحان. ايوه لما انا اجي احل الهوم ورك الاقيها فين؟ ما تقلقش يا عم، هنظبطك، موجودة في الكتاب وهنزلها لك وما فيهاش أي مشكلة خالص يعني. ماشي. ماشي. طيب كده في مشكلة يا جماعة حد هنا؟ لا. اوكي. بعد لما جبنا بقى الستريت لاين نروح نرسم بقى. قال لك بلوت البي بار والتي بار وارسم الريجريشن لاين. دلوقتي بقى هنروح نرسم الأسئلة، نروح نرسم بقى الأجزاء بتاعت الجراف. خليكم بس حافظين الفاليو بتاعت البي. ماشي محمد ياسر، خليكم حافظين الفاليو بتاعت البي. ماشي اكتبوها عندكم هي والاي عشان اسالكم عليها كمان شويه. نروح نرسم ايه يا جماعه؟ اللي هو بيقول لك ارسم سكاتر دايجرام ايه. فنروح نرسم سكاتر دايجرام. ادي اهو الدايجرام ياسر. هروح ارسم البوينتس بتاعتي. ممكن حد يمليني بوينتس البي والتي؟ بي والتي اللي هو اول بوينت كام وكام؟ في التيبل يا جماعه، في التيبل اكتبهم لي على الشات. طيب جودي تعملي ايه؟ شاب كله. طب كله يا شاب كله كله يبعت لي على الزوم برايفت التي والبي بكام من التيبل. التيبل يا جماعه اقروا لي التيبل عشان انا مش شايفه. انتوا ليه الذكاء بتاعكم ماله فيه ايه؟ ما هو مستر احنا مش يعني نجيبه منين؟ صفحه كام مثلا؟ الله عليكم. طيب استاذ تي 1 بي 3. الله عليك يا عم. اللي بعد ايوه ازاي بقى جبناه؟ اللي بعده يا عمر تي 3 بي 8. لا قول لي بي الاول نبي يا عمر. ماشي 5 6 7 8 والتي كم؟ 3. ماشي البي 30 والتي 9. 30 و 9 30 و 9. ماشي 25 و 10 25 و 10. ماشي يا عبدو برضو عايش. ها اللي بعدها 15 و 5 15 و 5. ماشي 12 و 6 12 و 6. بس كده؟ ايوه حلو قوي. فدلوقتي يا جماعه لما احنا دي اول حاجه، ده كان اول سؤال اهو. لما بيقول لي درو سكاتر دايجرام اهو، ده اول سؤال يا جماعه اهو عليه درجتين. تاني درجه بيقول لك اكسبلين واي ا لينير ريجريشن موديل مي بي ابروبريت تو ديسكرايب ذا ريليشن بتوين بي تي. هقول له ايه؟ Because points are clustered in a straight line. الله عليك.
لو نلاقي شويه points are close to straight line صح كده؟ اللي بعديها هنروح لبوينت اي، قال لك ارسم لي البي بار والتي بار وارسم الريجريشن لاين. هنيجي بقى نرسم الريجريشن لاين، هو انت عشان ترسم اي ريجريشن لاين محتاج كام بوينت؟ اثنين صح؟ الله عليكم. اول بوينت هو قال لك ارسمها اللي هي البي بار، مع التي بار ممكن تقولها لي كم وكم؟ LP بار هيبقى 15.5 اه، و T بار هيبقى 5.7. حلو قوي، هو جاي هنا يا جماعه عن 15.5 5.7 حاجه هنا اهو 15.5 و 5.7. ارسم اكس واحط عليها دوريه. كريم حلمي ليه يا جماعه؟ ليه احط دوريه؟ عشان افرقها، افرق منها بينها وبين البوينتس العاديه. حلو كده، قال لك محتاج بوينت ثانيه عشان ارسم، قلنا له في قصادك بوينتس كتير قوي، ممكن تاخد الزيرو والاي، او ممكن تاخد، خلينا في الزيرو والاي. الزيرو والاي بكام يا جماعه؟ احنا جبنا الاي بكام؟ عاوز الاي ديسمال ولا فراكشن؟ اه الاي ديسمال. اه زيرو بوينت 74 عند الزيرو والزيرو بوينت 74 اهو حاطط هنا اهو، وحط دوريه صح كده؟ مظبوط؟ مش انت عشان ترسم اي لاين محتاج 2 بوينتس؟ يبقى انت فعليا دلوقتي ممكن ترسم الريجريشن لاين، بس في تركه هنا بقى، ممكن تقول لي بي اصغر رقم في التيبل كان كام؟ في التيبل 3 صح؟ صح؟ صح. واكبر فاليو كان كام للبي؟ 34 لا اه كم؟ البي اكبر فاليو في التيبل للبي 34 تقريبا 30 عمر رسمي اصحى. طيب ايه التريك بقى؟ قال لك لازم ترسم اللاين بتاعك في الحته دي في الانترفال ده اللي هو من 3 لحد 30. قلنا له ازاي بقى؟ قال لك عادي هتروح ترسم مسطره، تعال اهو هتجيب المسطره بتاعتك. ايه فين المسطره؟ كنت هجيبها منين؟ هو انا كنت اجيب الرولر منين؟ سؤال مهم قوي. الرولر انت عم الرولر لا ازاي بجيب يا جدعان؟ حد فاكر؟ اكيد لا طبعا، بس كنت ايه صح؟ طب لاين ما علينا، هاجي ارسم الخط بتاعي واوصل التو بوينتس دول ببعض صح كده؟ تعالى بلون تاني حتى. انا حاطط المسطره بتاعتي دلوقتي ايه؟ دي مسطره ماشي؟ يعني اعتبر ان دي مسطره. فانت هتيجي توصل اهو التو بوينتس بتوعك ببعض.
صح كده؟ وتروح بقى تمسح يا حليم الحته اللي بره الرينج بتاعتي اللي هي ايه؟ اللي هي دي ودي. ليه؟ لان لازم اللاين بتاعي يكون مرسوم يا ياسر في الانترفل. الانترفل هو من كام لكام؟ من بي 3 لحد بي 30. واضحه يا شباب؟ طبعا اللاين الاصفر ده ما برسموش انا، بس كنت بقول لك بوريك الرينج بتاعي فين لفين من كام لكام ياسر، لكن انت في الاخر ده المنظر بتاعك بتاع الستريت لاين. واضحه ولا ايه؟ ياسر واحنا ليه اضطرينا نجيب البي داش والتي داش؟ عشان هي هو قال لك اصلا بلوت يا كريم، عشان دي البوينت اللي احنا كلنا متاكدين ان هي موجوده على اللاين يا عمر يا ماجد. طب هو احنا مش ممكن نعمل ايكويت في الستريت لاين، نحط فاليوز للبي ونجيب التي ونعمل بلوت ساعتها، نجيب تو بوينتس بالطريقه دي بعدين؟ لا 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 لا، لازم واحده من البوينتس دول. بص لازم واحده من البوينتس دول تكون البي بار والتي بار. تمام. والثانيه تكون البوينت الثانيه البوينت الثانيه ممكن تعوض في الايكويشن بثلاثه وتشوفها بكام، بس انا ما بحبش ده. ليه؟ ما انت اوريدي كنت حاسب الزيرو والايه. تمام. بس هو لازم يكون في بي بار والتي بار يعني. ايه يا كريم؟ لازم يكون عندنا بي بار وتي بار. بالظبط. مستر البي والتي بار دول ارقام غير اللي هم كانوا في التيبل دي لا اللاين بس. دول الافرج، دول الافرج بتاع بي ار بتاع تي. اه اللي هي سيجما بي اوفر ان، والتي بار دي اللي هي سيجما تي اوفر ان. صح؟ اه واضحه شويه ولا ايه؟ تمام. بس زي ما بتعملي ايه؟ تكتبي صح؟ نو نو نو، في ايه؟ عمر ماجد عمر، ما ينفعش تقفل الكاميرا. انا دي تاني مره بقول لك في الحصه، ما ينفعش فجاه تقفل الكاميرا، ما ينفعش. حتى لو في حاجه لازم تقول لي يا مستر معلش، زي ما عمر قال لي مثلا انا هروح بس هقفل الكاميرا دي عشان في حاجه، ان انا مش هينفع افضل مستنيك وانده عليك. واضح كده يا شباب؟ زي رسمنا الستريت لاين. واضح. اوكي، بعد لما رسمنا ريجريشن لاين نيجي بقى للسؤال. احنا كده اهو خلصنا كله، نيجي لبارت اف دلوقتي. حد فاكر الايكويشن اللي مالها دي؟ او حد كتبها؟ اضحك يا بسنت براحتك، اقسم بالله النهارده يا بصي يا بسنت الله يبارك فيك. كملي. حد حد يقول لي مالي 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 الايكويشن تي ايكوال ايه؟ طب انا ادمين كلمني انا الايكويشن، اديني الايكويشن بتاعت اللي احنا جبناها. اه بالارقام يعني. خلاص انا اسف هروح اجيبها انا، انتوا لسه هتقولوا لي ما انا يعني بقيت عايزها بالايس كريم يعني، ما انا عايز اجيب بالارقام يعني، حاجه غريبه والله. لا لا تمام هقولها لك يا مستر. خلاص يا عبدو، خلاص يا عبدو عزبتوني. دي الايكويشن صح؟ ايه؟ جيبها لك خلاص عادي. ايه؟ اف بقى يا جماعه بيقول لك ايه؟ The scientist reviews similar. عمر رسمش الايدك من انا خدك انا جنبك انا جايك. The scientist reviews similar studies and finds that pollutant level above 16. هو البوليوتنت ليفل ده اللي هو مين؟ اللي هو البي صح؟ ايوه زي انت حكي. ايوه اتحكي. ايوه براحتك يا كريم يا حلم اطلع فوق. فالبي البوليوتنت ليفل ده هو البي صح؟ فقال لك لو كانت البي اكبر من 16 this will result in the death of a chick. صح ولا غلط؟ وبيقول لك estimate the minimum thinning. المينيمم thinning ده اللي هو T of the shell that's likely to result in the death of a chick. مش هو قال لك ان التشيك بتموت لما تكون P 16 او اكتر صح؟ او قال لك P او 16 هيقتل التشيك. وبعد كده قال لك find ال value بتاعت T اللي عندها التشيكس هتموت. يبقى كانه بيقول لي عوض هنا في الايكويشن ال P ب 16 عشان تعرف ال T بكام. صح ولا غلط؟
ليه ما تعملهاش في الجراف وخلاص؟ ايه؟ ليه ما تعملهاش في الجراف؟ علشان بص، اولا الاكيوريت اكتر هو مين؟ حلو. ثانيا بنسبه 90% من الاسئله ما بيكونش فيه جراف، والراجل بيقول لك يوز يور ريجريشن موديل تو استيميت ذا فاليو، فانت على طول بتعوض. هو الطبيعي انه ما بيكونش فيه جراف، بس حتى الجراف ممكن يبقاش اكيوريت صح ولا غلط، لكن الايكويشن هتجيب لك بالظبط. طب لما تعوض البي ب 16 التي تبقى بكام؟ ديسمال ولا فراكشن؟ قول لي ديسمال. 5.825. حلو، 5.825 خدنا الدرجتين. ده سؤالك بقى، هو عليه 2 3 7 11 13 15 درجه من 75. انت متخيل الامتحان كله من 75؟ تخيل ان ده 15 درجه من 75 جايين في سؤال زي ده. انت قاعد فعليا بتعوض في الايكويشنز يا كريم اللي هم ادالك في ليست فورمولا كريم حلمي، وبتروح تحط بقى كل بوينت على الجراف وترسم اللاين. فهو فعليا السؤال ده سؤال مضمون، ما هوش اي حاجه ب 15 درجه. بس على حظنا مش هيجي بقى صح؟ لا لا لا، ده لازم يجي كورليشن لازم. طيب حبه اسئله يا جماعه، حبه اسئله مش موجودين هنا، بس انا عايز اكمل لك الفكره كلها. فاكرين لما كنت في اول حصه قلت لك ان انت لو انت عندك سكاتر دياجرام مرسوم لوجين، تاني مره بقول لك شيء او عاشر مره بقول لك شيء على الكيبورد. معلش معلش معلش، هنشتكي هنشتكي فيفا، اشتكي فيفا، روح اشتكي فيفا. معلش مسك شعرك، ايوه وشد شعرك، ايوه معلش معلش، سيك اهو سيك اهو. طيب مش فاهم ظالمني ليه؟ معلش انا ظالمك وظالم، بس انت ظالم ياسر. انا ما اعرفش والله العظيم، مين اللي انا مدرسين اخر زمن اقسم بالله، حاجه غريبه والله العظيم. شايفين الطلاب بيلعبوا موبايل في حصه 60، حاجه غريبه والله العظيم. ايه ده، ايه المستوى اللي المدرسين وصلوا ده؟ حاجه يعني انا لو مكانك الصراحه يعني مش عارف اعمل ايه، ما اتعلمش خلاص. التعليم لم يعني يا سيف بتعمل انت كمان يا سيف، بتعمل ايه؟ ارفع لي الكالكوليتر. ايوه الله عليك، شفت انا عارف ازاي، شفت قلبي دليلي، شفت. طيب فيا جماعه، مش انا قلت لكم هنا في كيس 1 و2 لو الراجل قال لك ديسكرايب واي ا ريجريشن موديل مي بي ابروبريت، يعني الراجل قال لك هنا ديسكرايب واي، لا خليها واي اهو، ا ريجريشن line may be appropriate to describe the relation between x and y. كنا بنرد تقول ايه؟ Because points are close to a line. الله عليك والله عليك والله عليك. كنا بنقول because points are close to straight line. سيف معايا سيف؟ طيب يا جماعة، في يوم تاني في امتحان تاني الراجل ما اداكش الجرافس اللي فوق دي، امال ايه؟ اداك ال R ب 0.9 او ال R ب negative 0.9، وسألك نفس السؤال describe why a linear regression model may be appropriate to describe the relation between x and y. ترد تقول له ايه؟ نفس الإجابة. لا ما انت ما عندكش هنا سكاتر دياجرام، ما عندكش جراف عشان تقول له بوينتس ات كروس ستريت لاين. عرفت منين اصلا؟ لا سترونج هقول له كولوريشن ار از كلوز تو 1، ولو كنت نيجاتيف هقول له ار از كلوز تو نيجاتيف 1. حلو كده؟ طيب مش انا قلت لكم من شويه لما الراجل كان بيقول لي انتربريت الار كان السؤال اللي عليه درجه هو ايه؟ as x increases y increase، لو كانت الار بوزيتيف 0.9 مثلا صح؟ صح؟ ايوه طيب
وطبعا لو كانت الار بنيجاتيف 0.9 كنت بقول له ايه؟ As x increases, the y decreases, صح؟ طب على فكرة أنا دلوقتي بقول لكم كل الأسئلة التركات اللي بيجيبها، يعني أنا بجاوب دلوقتي على كل الأسئلة الثيوري اللي ممكن تقابلك في الواجب، أنت متخيل؟ يعني أنت فعلياً لو مركز في اللي أنا بقوله ده مش هيقف معاك سؤال في الواجب. كريم حلمي قال لك انتربريت يا مستر والله معاك انت ماشي. عشر مرة تقول لي يا كريم يا حلم انا عيني بطمن بس يا كريم ما انت شفت الخلق اللي انا بشوفها هعمل ايه سيبيه بس انت يلعب الله الاطفال احبابي الله في حاجه غريبه والله فقال لك انتربريت ذا بي ماشي وانت البي بتاعتك مثلا كانت ايكوال 0.2 والراجل المره دي بيقول لك بقى ايه يا عمر ماجد بيقول لك انتربريت البي اللي هو السلوب مش انتربريت الار انتربريت البي دلوقتي يا جماعه مش احنا من الاوليفل عارفين ان السلوب ده يعني رسمي اصحى هو الرايز اوفر ران صح ولا غلط صح فلما يقول لك انتربريت البي والبي هنا بوزيتيف 0.2 فبتقول له الواي انكريزز باي 0.2 از اكس انكريزز باي 1 طب لو كانت البي بتاعتي بنيجاتيف 0.2 كنت هقول له الواي ديكريزز باي 0.2 از اكس انكريزز باي 1 فانت من الاخر الحاجتين اللي بيتغيروا انا بانكريز ولا بديكريز والفاليو بتاعتي كام الباقي كله ثابت طب انا بعرف ان انا بانكريز ولا ديكريز قال لك حسب الساين بتاعت السلوب لو كان السلوب بوزيتيف يبقى انا بانكريز لو كان السلوب نيجاتيف يبقى انا بديكريز طب وبديكريز وبانكريز بكام بالفاليو بتاعت البي اللي هي اصلا انا حسبتها في السؤال حلو كده زي طب سؤال مهم يا جماعه مثلا هو لما قلنا انتربريت محتاجين نشرح يعني الرابط ما بينهم يعني ولا ايه يا كريم ايه؟ ايه؟ لما قلنا انتربريت انتربريت هي دي اجابه اهي واي انكريزز باي كذا از اكس انكريزز باي 1 تمام طيب دلوقتي يا جماعه دلوقتي هو مش ده معناه ان انا الواي بتاعتي بتزيد 0.2 انا هاخد الاكزامبل اللي فوق الواي بتاعتي بتزيد 0.2 لما الاكس تزيد 1 صح؟ لا صح ولا غلط؟ ايوه يبقى لو انا عايز اعرف بعد خمس سنين ايه اللي هيحصل ممكن تقول لي ايه اللي هيحصل بعد خمس يعني تعال قول ان الاكس الاكس از نمبر اوف ييرز فلو انا زدت 5 على الاكس ايه اللي هيحصل في الواي؟ قال لك هيزيد باي 0.2 يا ياسر تايمز 5 اللي هي 1 صح؟ لان دوت الريت فلو انا في السنه او انا في الاكسال واحده بزيد 0.2 يبقى انا في الخمس اجزات هزيد 0.2 تايمز 5 صح ولا غلط؟ دي برضو تريك ادفانس انا قاعد بقول لكم كل الافكار فعليا اللي ممكن تقابلها في الواجب. طيب تعال نشوف بقيه الاسئله الثيوري. دلوقتي يا جماعه فاكرين السؤال لما احنا عوضنا لما قالك find t لما تكون البي 16 صح؟ وانا عوضت عشان اجيب التي صح ولا غلط؟ بعد لما تعوض وتجيب التي الراجل يسالك سؤال بجنيه يعني بدرجه يقول لك ايه بقى؟ يقول لك comment on the reliability of your answer يعني من الاخر بيقول لك الانسر اللي انت جبتها دي reliable ولا لا؟ فانت بتطلع فوق على التيبل هو احنا هنا يا جماعه في السؤال ده عوضنا البي بتاعتنا بكام؟ 16 صح؟ صح كده؟ ايوه طب وانا الرينج بتاعي الرينج في بي مش انا اصغر فاليو للبي ب 3 واكبر فاليو ب 30؟ ال 16 دي ما بينهم ولا لا؟ اه قال لك يبقى ريلايبل
لكن لو كنت انت في سؤال تاني الراجل طلب منك انك تعوض البي مثلا ب 40 يعني قالك فايند ذا فاليو اوف تي لما تكون البي ب 40 فانت رحت حسبت التي وايا كان طلعت كام هي ال 40 دي موجوده وزيد الرينج اوف فاليوز اوف اكس يبقى اقول له انريلايبل يبقى لو كانت الرقم اللي انا عوضت بيه الاكس موجود في الرينج اوف فاليوز في التيبل هقول له ريلايبل والريزون علشان it lies within the range of values of x ولو كانت ال value اللي انا عوضت بيها outside the range of table هقول له يبقى unreliable علشان it's outside the range of values of x صعبة؟ هنحتاج نشرح السبب طيب معناها ايه؟ معناها ايه؟ معناها ايه؟ تبقى في الرينج معناها ايه؟ انت يا عبدو لما جيت تحسب الموديل بتاعك اللي هو y equal mx plus c او y equal bx plus a استخدمت الارقام اللي في التيبل صح؟ صح فالراجل بيقولك ان انت ما ينفعش تعوض باي رقم بره الرينج ده لان اساسا الموديل بتاعك كان معمول ان هو يشتغل في الرينج ده اي رينج بره احنا مش ضامنين ان الايكويشن تشتغل صح فطالما انت الفاليو بتاعتك وزين الرينج فاليوز اكس يا بخل يبقى ريلايبل وهقول له علشان الاكس لايز وزين الرينج فاليوز بتاعي لو كان الاكس بتاعتي اللي انا عوضت بيها اوتسايد الرينج اقول انريلايبل علشان الاكس بتاعتي لايز اوتسايد الرينج اوف فاليوز اكس واضحه كده يا جماعه اوكي نيجي هنا بس احنا ممكن دلوقتي في السؤال ده نقول بوزيتيف كورليشن صح عشان رسمنا سكاتر جراف عشان ايه عشان رسمنا سكاتر جراف ممكن ساعتها نقول طيب اخر سؤال يا جماعه اخر سؤال سيوري ممكن يتسال لك سيجمنت كودنج ده هناخده بعدين ماشي قال لك ستيت جيفينج ا ريزون ويتش فاريبل از اكسبلاناتوري اند ويتش فاريبل از ريسبونس جيفينج انس جيفينج ا ريزون مش انت عندك الاكس والواي هما دول تو فاريبلز بتوعك قالك الاكس دوت بيتسمى اكسبلاناتوري وساعات بنسميه اندبندنت ليه عشان انت تقدر تتحكم فيه صح ولا غلط مش انت بتتحكم الاكس بتاعتك في التيبل هتعوض بكم فانت بتتحكم فيها فقالك يبقى هو ات كان بي كنترولد عشان كده اسمها اكسبلاناتوري بتكسبلين الريليشن هتمشي ازاي عشان انت بتنقي الارقام اللي انت هتعوض بيها هل انت تقدر تتحكم في الفاليوز بتاعت الواي اللي بتطلع لك من الايكويشن قالك عشان كده هو اسمه ريسبونس ليه عشان it cannot be controlled it can only be measured يبقى يا بسند لو قال لي مين explanatory هقول له الاكس ليه علشان it can be controlled ومين الريسبونس هي الواي ليه عشان it cannot be controlled it can only be measured حلو كده واضحه يا شباب واضحه اوكي كده يا جماعه يعني هوقف الريكوردنج خلاص